السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن هو شغال في الماكس يكون محتاج يجاوب بشكل معين. في عندي برنامج اسمه كريتور اي اس اللي هو دوت. البرنامج ده عن طريقه ببدأ أحدد شكل الإضاءة هيبقى عامل ازاي. ممكن بس مجرد إن أنا أفعل الخط دوت وأسحب يبدأ يكون الإضاءة. ممكن أسحب بالشكل دوت فبيكون لواحد تانية. ممكن أحدد الأريا أوف إيديتنج المكان اللي أنا هعمل فيه إيديتنج يبقى كبير ولا صغير. فمجرد إن أنا أسحب ألاقي بيأثر على كمية كبيرة دوت. ممكن برضو أغير this away from all برنامج بسيط جدا بعمل بيه ملف الـ IS وأقوله save IS. أو ممكن أحمل لود للـ IS وأعدل فيه وبعد كده أسيبه تاني. برنامج سهل وبسيط بس بيفيد لما أكون أنا محتاج إضاءات معينة فبظبطها فيه. هو عمر سليم مهووس البيبي.